هنالك تعويل خاصة من الجانب الإيراني أن يكون الضغط من كل اتجاه كما هو واضح الآن على إسرائيل، رفع مستوى الاستهدافات، إطالة الحرب في قطاع غزة، الفصائل الفلسطينية أيضا في الضفة الغربية أن تصعد بشكل أكبر، حزب الله والفصائل والحوثيين وفي العراق، أن يكون تصعيدا كبيرا من أجل الضغط أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم إسرائيل كثيرا على مستوى السلاح وعلى مستوى حتى المال، من أجل أن يكون هنالك تأثيرا أمريكيا، لأن الولايات المتحدة تعتقد إيران وأذرعها لديها تأثير كبير على إسرائيل وممكن أن توقف إسرائيل من الاستمرار بهذه الحرب. يعني إن استطعت وضع نسبة مئوية من التأثير الأمريكي على القرارات الإسرائيلية في الحرب، وخاصة إذا ما نظرنا إلى مستوى الدعم الكبير الأمريكي لإسرائيل، هل من نسبة معينة ممكن أن تضعها الآن؟ نعم، يمكنهم أن يلزموا إسرائيل أن تفعل الكثير من الأشياء، ولكن أي شيء داخل إسرائيل يصعب حقيقة الضغط على إسرائيل أن تفعل شيئا حياله، ولكن خارج الأراضي الإسرائيلية فإن الولايات المتحدة ربما قد تلزم إسرائيل بعدم فعل بعض الأشياء في سوريا مثلا أو لبنان أو في مكان آخر، ولكن عندما يتعلق الأمر بالداخل الإسرائيلي والحرب على حماس وأيضا المستوطنات وأيضا حل الدولتين فإن الولايات المتحدة حقيقة محدودة في قدرتها في التأثير، وخصيصا هذه الإدارة الحالية، حيث أن لدينا نحن رئيس قد أعطى إسرائيل الوقت والمساحة وكل المصادر اللازمة لاستبعاد والقضاء على حماس، ويظن هذا الرئيس بأن تدمير والقضاء على حماس هو هدف مشروع، وبالتالي فإن داخل إسرائيل فإن الولايات المتحدة تعطيهم كل الدعم اللازم، ولكن أي شيء خارج إسرائيل فإن إسرائيل ستحتاج إلى الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تعطيهم حقيقة نسبة عالية من الموافقة للضوء الأخضر، ربما قد لن يصوتوا الفيتو ضد قرار لهم أو ولكنها ربما قد لا تقول لهم لا تفعلوا، ولكن ربما كل من إسرائيل وإيران يريدون من الولايات المتحدة أن تتدخل في هذه الحرب، سوف يستفيدون جميعا. لماذا؟ لأن إيران وأذرعها سوف يتشجعون بسبب التدخل الأمريكي، وسوف يبدأون بمهاجمة المصالح الأمريكية في كل مكان، وإسرائيل سوف تجد أمريكا كشريك مباشر معهم ويشنون الحرب معا، وبالتالي فإن الولايات المتحدة لا تريد أن تلعب هذا الدور، ولكن يمكن أن يتم جرها إلى هذه العملية العسكرية. كأحد الأمثلة على هذا، عندما كانت الولايات المتحدة في لبنان في العام 1983 وعندما حصل الهجوم وعندما فقدت الولايات المتحدة 144 بحارا في يوم واحد، كانت هذه ضربة قاصمة للولايات المتحدة، ولكن الرئيس ريغان في ذلك الوقت قرر المغادرة وعدم التدخل في الحرب، وإسرائيل كانت محاصرة في بيروت وربما احتاجت إلى الدعم الأمريكي، ولكن الولايات المتحدة قد انسحبت في ذلك الوقت ولم ترد أن تنجر إلى هذه الحرب الأهلية في لبنان. في العام 1988 بعد ذلك عندما وضع الإيرانيين لغما في الخليج العربي وعندما تعرضت أحد السفن الأمريكية للتدمير أرادت أن ترد ضد البحرية الأمريكية وقد دمرت معظم القوات البحرية الإيرانية. اليوم الوضع مشابه، الولايات المتحدة تقع في المنتصف، هل سوف تنسحب وربما تضغط على إسرائيل قليلا أو ربما تضغط على إيران أو ربما تتخذ بعض الإجراءات السياسية أو ربما تترك الأمور على ما هي عليه أو ربما تتدخل أكثر؟ هي متدخلة طبعا لأن هناك أمريكيون موجودون ولدينا العديد من المصادر، ولكن هل ستتدخل الولايات المتحدة عسكريا وتلقي القنابل؟ هذا شيء يجب أن ننتظر لنراه. الولايات المتحدة تقترب من انتخابات رئاسية ولا أعتقد بأنها سوف تفعل أي شيء عسكري إلا بعد الانتخابات، ولكن كل شيء موضوع على الطاولة حتى الآن وحتى الخيار العسكري